السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم أو مساكم كل خير. معكم OWB Watch. اليوم راح يكون عندنا استعراض أيضا الساعات المستوى القديم أو بالنسبة للتصنيف القديم. اليوم طبعا راح يكون عندنا سيكو أسترون. تكلمنا من قبل عن طبعا اللي هو الأبرز المزايا الخاصة بسيكو أسترون، اللي هو راح تكون GPS وسولر، وأيضا تكلمنا عن أن هذه الساعة لها طابع كبير، مميزات عالية، وأيضا هاي كواليتي في أشياء كثيرة جدا. ابتدينا ايضا في موضوع الموديلات الجديدة اللي بدت في 2019 والريكرييشن اللي كان موجود بداية 2019 لأول ساعة طبعا سيكو أسترون، وكانت بطارية. وايضا في المستقبل ونهاية هذه السلسلة راح يكون في استعراض خاص لهذه الساعة اللي هو طبعا ريكرييشن اكيد. والآن طبعا بناء على طلبكم اللي هو ان انتم حابين ان يكون في استعراض للموديلات القديمة اللي كانت موجودة لسيكو أسترون، اليوم راح يكون عندنا استعراض برضو للموديلات السابقة اللي احنا تكلمنا عليها. طبعا احنا تكلمنا على الموديلات الخاصة طبعا بالكلاسيك، وايضا على كاجوال، وايضا تكلمنا على الاصدار الخاص بنوفاكتوكو فيتش اللي هو 5000 حبة ليميتد اديشن. ايضا اليوم اللي راح نتكلم عليه راح يكون اللي هو الموديل SSE167J made in Japan. طبعا الموديل اللي اليوم راح نتكلم عليه راح يكون استعراض سريع، راح نتعلم وراح نتكلم عن ابرز المزايا الخاصه بهذا الاصدار او بهذه الساعه. طبعا بالنسبه للساعه اليوم راح نتكلم عليها راح يكون رابر بالنسبه للاستراب، 50% رابر و 50% سيليكون على اساس يعطينا راحه ويعطينا جماليه اكثر. ايضا بالنسبه للساعه مثل ما احنا شايفين بالنسبه للبترفلاي مختلف شويه، البترفلاي بيكون هاي كواليتي اكثر، وايضا راح يكون مختلف اختلاف كلي عن الموديل اللي دائما احنا نشوفه او عن البترفلاي اللي دائما احنا متعودين عليه. بالاضافه طبعا الى الساعه راح تكون اجريسيف كثير، راح تكون الساعه رياضيه اكثر مثل ما احنا شايفين، راح يكون عندنا برش بالاضافه الى بولشينج عالي الجوده. طبعا الساعه ماخوذه كثير من موديلات سويسريه، ولكن صراحه وبامانه جماليه الساعه مره حلوه. طبعا راح يكون هنا عندنا الدول الموديلات السابقة اللي احنا اعترضناها راح تكون هنا بالنسبة للبيزل، ولكن الآن أصبحت البيزل أرفع شوية وأصبح الدول الموجودة هنا. طبعا عندنا 39 دولة World Time موجودة، بالإضافة إلى النظام هذا راح يكون أو الساعة هذه هي راح تكون Dual Time، راح يكون طبعا يوم وتاريخ PM و AM، أرضية الميناء باللون الكحلي أو الأزرق مثل ما احنا شايفين، لون فلات لون مات. وايضا بالنسبه طبعا للزجاج راح يكون توب سافاير سوبر كلير، وايضا انتي ريفلكتنج كوتينج، بالاضافه طبعا الى البيزل راح يكون من الزجاج سوبر كلير، وايضا بيكون سوبر سافاير مثل ما احنا شايفين. ايضا عندنا بالنسبه للاناره الليليه بتكون موجوده في الهاندز والاندكس، شعار الشركه موجود اللي هو سيكو، وموجود جي بي اس سولر، وطبعا تعني اللي هو ان الساعه فيها ميزه الجي بي اس بالاضافه الى السولر جي بي اس، تعديل الوقت بشكل تلقائي في اي مكان بالعالم على حسب التايم زون المختلف، وايضا جي بي اس بمعنى انها عفوا السولر بمعنى انها داخلها بطاريه يعاد شحنها عن طريق الاضاءه. طبعا الان شكل الساعه في اللبس راح يكون بالطريقه هذه مثل ما احنا شايفين، الشكل مره جميل، شكل الساعه جميل، وايضا معطينا مثل ما قلنا من قبل الطابع الرياضي اكثر شيء. بعدها يعني ممكن نروح شوية على الكاجوال، سمارت كاجوال بيكون حلو، لكن كرسمية لا. طبعا بالنسبة للسودا والروز جولد بتكون رسمية، لكن بالنسبة للأزرق أنا أشوف أنها رايحة للطبع الرياضي أو السمارت كاجوال بتكون جميلة. طبعا إحنا جالسين نتكلم على لون كحلي جميل، طبعا أرضية الميناء مرة حلوة اللي هو الوسع اللي في موجود في الميناء، مقاس الساعة راح يكون 45 أو 46 تقريبا. ميزة الساعة راح تكون جدا جميلة مثل ما إحنا شايفينها في اليد، ماخذ اليد مالية اليد. الآن راح نبتدي نستعرض الموديل الآخر أو التصنيف الآخر. طبعا التصنيف الأول اللي تكلمنا عليه اللي هو اللون الأزرق أو اللون الكحلي كان بمثابة الكاجوال أو بمثابة السبورت ووتش، أما الآن الموديل اللي راح نستعرض راح يكون نقدر نقول سمارت كاجوال، وأيضا موديل رسمي بكثير على أساس اللي هو اللون الأسود وأيضا الروز جولد اللي موجود في الساعة هذه. طبعا بالنسبة للموديل اللي أنا راح أتكلم عليه راح يكون SSE170J made in Japan. طبعا بالنسبة للساعة هي نفس المميزات الأساسية اللي احنا تكلمنا فيها على الساعة اللي قبل شوي بالنسبة للون الأزرق أو الكحلي، بس الفرق هنا راح يكون لون روز جولد قريب للذهبي، وأيضا عندنا اللي هو مينا سودا، وأيضا الاستراب أسود. طبعا الاستراب راح يكون نفس الاستراب
فكرة البي في دي اللي موجودة هنا اللي هو طبعا تعطي قصة للكيس مميزة وجميلة. أيضا بالنسبة للباترفلاي راح يكون باللون الأسود بي في دي طبعا صبغة بي في دي بحيث أنه راح يكون مقاوم الخدش ويعطي مات وجمالية أعلى. طبعا مثل ما احنا شايفين راح يكون عندنا أرضية المينا مرة جميلة. راح نشوف يوم وتاريخ وأيضا راح يكون عندنا الدول تايم نفس فكرة المميزات الخاصة بالساعة الأولية سوبر تيتانيوم وأيضا راح تكون اللي هو سوبر كلير وأيضا سوبر سافاير بالنسبة للزجاج. وضوح المينا جدا رائع مع السوبر كلير اللي موجود في المينا راح يعطينا صفاوة وراح يعطينا جمالية أكثر. طبعا مثل ما احنا شايفين لو الزجاج لو النور ما سلط على هذه الساعة راح نشوف أرضية المينا بشكل واضح وجميل مثل ما احنا شايفينه. نعطي شوي فوكس نشوف ان أرضية المينا مرة جميلة ومرة واضحة. طبعا البيز راح يكون في سوبر سفاير وأيضا سوبر كلير. راح يكون الدول حق الأور تايم موجودة هنا 39 دولة. طبعا بمجرد ان احنا نفتح الكراون راح يبتدي يعطينا ميزة اختيار الدول، احنا ممكن نختار اي دولة حسب الدول اللي موجودة هنا طبعا، وبعدها نضغط راح نلاقي ان الساعة تتعدل بشكل تلقائي. طبعا بالنسبة لأبرز المزايا الخاصة بالساعة راح يكون المزايا اللي تكلمنا عليها في الساعة الأولية بالإضافة طبعا إلى الدي اس تي اللي هو التوقيت الإضافي وأيضا باور ريزيرف وأيضا فلاي مود. طبعا مخزن فيها الكالندر في هذه الساعة إلى 2100 فبراير 2100، فاحنا جالسين نتكلم على تقريبا قرن، فجالسين نتكلم على ساعة جدا هاي كواليتي، الجودة مرة فيها عالية وجدا جميلة، نقدر نقول أنها وصلت لمرحلة عالية. طبعا مثل ما احنا شايفين خلفية الساعة راح يكون في ختم السيكو اللي هو جي بي اس سولر. طبعا مثل ما احنا شايفين بالنسبة لشكل الساعة في اللبس راح يكون بالطريقة هذه، احنا جالسين نشوف شكلها مرة جميل. مثل ما قلت من قبل مقاس المينا راح يكون 45 إلى 46، طبعا مقاس المينا جدا رائع على يدي، اللي يعرف مقاس يدي راح تكون 42 مقاس اليد عندي، ولكن انا اشوفها صحيح انها كبيرة الساعة بأمانة ولكن قصتها حلوة. الفكرة القصة اللي موجودة هنا اللي احنا جالسين نتكلم عليها من قبل مثل ما احنا شايفين في عندك نزول هنا، اعزائي تشوفون هنا في نزول، قصة المينا حلوة بحيث تعطي بروز للمينا بشكل كبير، سوبر كلير معطي وضوح جدا رائع للمينا. احنا نشوف الان ان مقاس الساعة مرة كبير ولكن في نفس الوقت اللي ينتبه للساعة وهي في اليد يحس ان مقاسها يعني مقاس طبيعي، يعني انا بالنسبه لي هي مقاس كبير ولكن بسبب ال 3D والقصات اللي موجوده في البولشينج هنا، البولشينج طريقه المات والبولشينج والاشياء اللي مسوينها هنا كقصه ميكانيكيه موجوده وهندسيه بشكل كبير، نلاحظ ان القصه مره رائعه ومره جميله، يعني ماخذه طابع يدي وماخذه الطابع بشكل جمالي بحت. استعرضنا الموديلات الان اللي اليوم موجوده معنا اللي هو سيريس اس اس اي وشفنا ابرز المزايا والمميزات حقتها، طبعا شفنا ابرز التفاصيل، شفنا مقاس المينا وايضا شفنا الاصدارات بشكل رائع. طبعا بالنسبه للاصدارين اللي اليوم احنا تكلمنا عليهم في كان اصدار رياضي وكاجوال بنفس الوقت، وايضا عندنا سمارت كاجوال وايضا عندنا موديل رسمي. طبعا بالنسبه للساعتين او بالنسبه للموديلين اللي احنا تكلمنا عليهم، طبعا موديلين الساعات هذه طبعا راح يكون مختلفين شويه وهم اخر اصدار من هذا الموديلات. طبعا تم بعدها تعديل الاصدار في عام 2019 على اساس ان الاصدار يكون ريكرييشن لاول ساعه سيكو استرون، بالاضافه طبعا الى بالنسبه للسعر نتمنى منكم التواصل معنا على الواتساب على اساس ان احنا نقدر نوضح لكم الاسعار لان الاسعار بتكون مختلفه من موديل الى اخر. ونشكر ايضا لكم تواصلكم بانكم انتم افدتونا انكم حابين ان احنا نستعرض لكم الموديلات القديمه، وبناء على رغبتكم احنا بدينا نعطيكم الموديلات القديمه والايام الجايه راح نستعرض لكم موديلات في الاسترون جدا جديده وجدا جميله.